بقية الأرصاد بتتوقع أن اليوم هيشهد الأحوال الجوية طقس حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد. شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بقية الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذة دينا وعلى كل السادة المشاهدين، تحياتي لحضراتكم. اهلا بحضرتك، حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس، لان خاصة كده بنشعر في ارتفاع في درجات الحرارة او يمكن ارتفاع في نسبة الرطوبة، لكن الجو ما فيهوش النسبة الصيف اللي كان بقالنا كذا يوم بنتكلم عنها. بالفعل خلينا نقول ان نسب الرطوبة مرتفعة الفترة دي بشكل ملحوظ، وده بيكون هو السبب الرئيسي في احساسنا بالطقس الحار بشكل كبير، برغم ان درجات الحراره مش بتسجل قيم عاليه، بالعكس درجه الحراره الفتره دي كلها ما بين ال 33 ل 32 درجه بالنسبه للقاهره الكبرى، لكن نسب الرطوبه طبعا عاليه بشكل ملحوظ، بتزود احساسنا بحوالي 3 درجات الى درجتين عن درجات الحراره اللي بيتم قياسها، وده طبعا بينعكس على درجه الحراره خلال ساعات الليل. يمكن خلال ساعات الليل في الأماكن المكشوفة أو المفتوحة الطقس بيكون معتدل بشكل كبير جدا، خاصة مع بعض نسمات وهبات الرياح الخفيفة، لكن في الأماكن المغلقة خلال ساعات الليل طبعا بتسجل أعلى نسب رطوبة اللي بتوصل ل 80% على القاهرة الكبرى على سبيل المثال، وبالتالي في الأماكن المغلقة خلال ساعات الليل برغم أن درجات الحرارة مش بتكون عالية لكن بتكون الأجواء مائلة للحرارة. الأجواء دي مكملة معانا حتى نهاية الأسبوع الحالي إن شاء الله، كمان مع شبورة مائية خفيفة خلال ساعات الصباح الباكر على مناطق من شمال الجمهورية من ضمنها القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة. يمكن اليوم تحديدا في فرص لإثارة بعض الرمال والأتربة الخفيفة على مناطق من جنوب سيناء، وسرعات الرياح هناك بتوصل لحوالي 40 كيلو متر على الساعة، مش هتمتد إلى القاهرة يا فندم؟ مش ممتدة إلى القاهرة هذه الرياح؟ لا إن شاء الله، القاهرة سرعة الرياح عليها في حدود 30 كيلو متر على الساعة، بعيدة تماما عن إطارة الرمال والأتربة، وده طقس صيفي معتاد مستمر معانا حتى نهاية الأسبوع إن شاء الله. طيب من بعد، يعني حضرتك بتقول هيستمر معانا تقريبا ليوم الجمعة، من بعد الجمعة هتبدأ مرة تانية لدرجات الحرارة في الانخفاض؟ بالفعل الخرائط ان شاء الله بتشير انه بدايه من يوم الخميس او يوم الجمعه تحديدا، يوم الجمعه ويوم السبت هناك ارتفاع مؤقت في درجات الحراره، يعني هيكون بمعدل 3 ل 4 درجات هتوصل معاه العظمى على القاهره يوم السبت ل 37 درجه مئويه، ودي تعتبر اعلى من المعدلات بشكل ملحوظ، خاصه ان المعدلات الفتره دي مفترض انها من 32 ل 33 ده بالنسبه للقاهره، لكنها تسجل معاها العظمى على القاهره في حدود ال 37 درجه يوم السبت، وهتوصل ل 35 و36 على السواحل الشماليه. حتى كمان محافظات جنوب الصعيد هتعود مره اخرى على شبه تسجل 43 درجه مئويه. هتنكسر الموجه دي امتى؟ يعني نقدر نقول يوم الاحد على بعض المناطق الشماليه، وهيمتد الانخفاض يوم الاثنين، يعني نقدر نقول من يوم الاثنين عوده مره اخرى لدرجات الحراره حول معدلاتها الطبيعيه. وكطبيعه الحال خلال الفتره دي اللي هي الفتره الاخيره من فصل الصيف وبدايه فصل الخريف، وايضا حتى نهايه الجزء الاول من فصل الخريف، هنا هيكون هناك تذبذب واضح في الحاله الجويه، بس فصل الصيف حالي هيكمل للاخر، يعني لاخر يوم في ارتفاعات في درجات الحراره. بالتاكيد يعني كمان ده مكمل معانا لحد جزء كمان كبير من بدايه فصل الخريف ان شاء الله. طيب يعني احنا اقل من اسبوع بس هو مستمر معانا طبعا الارتفاعات الملحوظه في درجات الحراره، حضرتك بتقول ان شاء الله من يوم الاثنين هتبدا مره ثانيه تعود في الانخفاض، ويعني ممكن يكون في بعض التقلبات الجويه في ارتفاعات ملحوظه في درجات الحراره حتى فصل الخريف ككل، لكن الناس كلها بتبقى متوقعه ان مع نهايه شهر سبتمبر وبدايه اكتوبر الجو بينخفض بشكل كبير درجات الحراره خاصه في ساعات الليل. يعني هو ده امر طبيعي، يعني خلينا نقول ان المفترض ان المعدلات الطبيعيه لشهر 9 بتكون اقل من شهور الصيف، والمعدلات الطبيعيه لشهر 10 بتكون اقل من شهر 9، فده امر طبيعي، لكن
ده لا يمنع انه في بعض الاحيان او في بعض الفترات سواء من سبتمبر او اكتوبر بيحصل ارتداد مره اخرى في درجات الحراره لتعاود ارتفاعها لتكون اعلى من المعدلات الطبيعيه، فده امر وارد حتى منتصف اكتوبر. تعرضنا من حين لاخر لارتفاعات مؤقته في درجات الحراره اعلى من المعدلات الطبيعيه. السبب هنا بيكون هو انه بيبدا يحصل فصل في الكتل الهوائيه ما بين بعضها، مش بتكون متجانسه زي اللي بنشوفها في فصل الصيف. بعض الايام خلال الفتره الحاليه بنتاثر بكتل هوائيه شماليه من البحر المتوسط درجات حرارتها معتدله، ايام ثانيه بنتاثر بكتل صحراويه بتكون درجات حرارتها مرتفعه بشكل كبير. اذا تزامن ده طبعا مع وجود مرتفع جو في طبقات الجو العليا، احنا دايما بنقول ان البدايه المناخيه للفصول مش شرط ابدا انها تتزامن مع البدايات الفلكيه. صحيح. طيب اخر حاجه عايز اسال حضرتك عليها هي حاله البحار والملاحه البحريه. اليوم تحديدا ويمكن حتى نهايه الاسبوع ايضا هتظل حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط معتدله تماما، وارتفاعات الامواج لا تتجاوز 1.5 متر، وبالتالي مهيئه تماما لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه. البحر الاحمر ما بين المعتدل الى المضطرب في بعض الاحيان، في بعض الاحيان بتوصل ارتفاعات الامواج على البحر الاحمر ما بين 2.25 احيانا 2.5 متر، وده يجعله مضطرب احيانا، يمكن بيكون ده متاح امام حركه الملاحه البحريه، لكن بالنسبه للمصيفين على شواطئ البحر الاحمر يبقى ضوئي بعض الحركة. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي عضو مركز الاعلام بيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معنا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة العظمى 33، الصورة 25، العاصمة الإدارية 34-24، الإسكندرية 32-23، العلمين الجديدة 30-23، مطروح 30-24، دمياط 31-25، بورسعيد 30-26، إسماعيلية 34-24، السويس 33-24، العريش 32-24، كاترين 28-17، طابة 33-26، حلايب 34-29، شلاتين 37-28، شرم الشيخ 37-28، الغردقة 37-28، الفيوم 34-24، بني سويف 35-24، الوادي الجديد 40-27، أسيوط 37-27، سوهاج 38-25، قنا 41-27، الأقصر 40-27، وأخيرا أسوان 42-28. يعني حبينا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس، يمكن الأيام كل يوم الجو بيكون فيه ارتفاعات أو انخفاضات، لكن احنا مستمر معانا الارتفاعات أو كمان هتزيد معانا من يوم الجمعة والسبت والحد القادمين، هتوصل يمكن 37 درجة على القاهرة الكبرى، لكن إن شاء الله بعديها نعود مرة تانية في الانخفاض بقيم تتراوح من 2 لـ3 درجات. خلينا نرجع مرة تانية لمصطفى وجمانة علشان كمان معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا لك يا شكرا.